ياسين تطوان، مرحبا بك معنا في هنيونة. سعيد انني نكون في هنيونة، نكون فيها في الفيسبوك ونكون فيها هنا. مرحبا بك استاذي، قدم الناس بدا نفسك. ياسين كليكش تطواني اعلامي الا بغيتي، وكما ما اعلامي ماناجر ديال المدير ديال المجموعه ديال الفنانين، منهم الوالد ديالي. شكون هو الوالد ديالك؟ عبد الواحد تطواني. عبد الواحد تطواني بالنسبه لي كجيل جديد تولدت 2020 لهنا، شكون هو عبد الواحد تطواني؟ عبد الواحد تطواني من رواد الاوائل اللي بنوا الاغنيه المغربيه، واول وجه طل في 1962 في اول بث تلفازي للمملكه المغربيه. وكيعرفوه الناس في المغرب؟ كان قال لي واحد الاعلامي الله يذكره بالخير، جمال حجام، كنذكره، قال لي اللي ما كيعرفش عبد الواحد تطواني ماشي مغربي. ولكن ما يمكنش نعمم بحال هكذا، لان الاعلام اللي عرف ماشي حيت ما كاينش عبد الواحد تطواني اللي باقي عايش، كاين محمد علي، كاين سعاد محمد، كاين واحد مجموعه كبيره ديال الفنانين في جميع الالوان، ماشي المغاربه كما كيعرفوه. شكون السبب في هذه القضيه؟ الاعلام. الى اعلام في الاعلام صرا بزاف الاعلام السمعي والبصري والمكتوب وكل شيء. دابا خص الناس ينوضوا ويبداو يقدموا الناس. لا ماشي يقدموا، لا ماشي يقدموا الناس، كما كتقدموا الخاويات عمو قدموا العاميرات. دابا حنا كنقدموا الخاويات. لا انا ما كنعممش، عموني كنعمم. الاعلام كله كاين فيه المزيان والخايب، الدنيا الناس طاو طوب وحجر. زعما الطريقه ديال الاعلام بصلاح الجره كيفاش يدير؟ هذا كاين واحد الفنان كبير في فرنسا، راجل كبير دابا، شو سميتو، مشى ليا سميتو، راجل كبير كيقدموه الان، لحد الان كيقدموه، واخا راجل كبير كيقدموه، شارلز نافور الله يرحمه راه مات. كانوا كيقدموه حتى الاخر ديالو هنا. لا هنا ملي كيكبر عندهم، ملي كيكبر شي فنان كيطلقوا عليه الرصاصه ديال الرحمه كيقولوا له موت. الاعلام ديالنا انا كنشوف ديك الصارات ديال الرواد وكيقدموا الناس كبار. لا لا شوف، تعرفوهم. النقطة في بحر اليوم، كاين الاعلام اللي كل اللي هز الشكاره اللي هز ميكرو وكل شيء اعلام، وكيمشيو نادو ديال هذا البراش. واحد القضيه قبل ما ندخل معك في الكونسيبت ديال هني ولا ما كاينش شي حد اللي عطيتو هذا الميكروفون باش نهضر انا وياه ما سبش الاعلام، حيت الاعلام هو الذي يتحمل. الاعلام هو الحيط القصير. لا ماشي هو شوف، الاعلام هو السلطه الرابعه، هو اللي كيقدم كل ما هو جميل وجيد في اي وطن، في اي بلاد. حيت كتخافوا تنتقدوا المسؤولين، الوزارات، التلفزيونات، كتقول شنو نديروا؟ لا الاعلام. لا شوف، نقول لك واحد الحاجه، الاعلام الجيد او الاعلام اللي كيكون مسؤول ماشي غير هنا، حتى في الدول اللي هي في عند الجيران ديالنا في اسبانيا، هما اللي كيقلبوا كيحيدوا من الثقافه. بعدا واحد الحاجه من الثقافه ديال البوز اللي ولات هي اللي سائده، يعني ثقافه عالميه ما عندهاش علاقه بالمغرب. انا دابا غادي انا عايش في الولايات المتحده الامريكيه، ما كاينش الثقافه ديال البوز. الامريكانيه صوبت ثقافه البوز الاولى، هذا صوبتها. واش غادي نقول لك انت، ما غايبغيوش صايبتها المصم، كاين اللي ما عنده لا مسمكن. واخا نبداو معاك في هادشي ديال هنيونا. هنيونا في المجال الفني اللي انت واحد من ولادو، ممكن نقول ولادو من ولادو، لما نتوجه غادي نوجهها للنقابات. النقابات سي دي تي والاتحاد العام الشغالي. لا ما هذوك ما عندهم. اين النقابات؟ النقابات الفنيه. عرفتي شحال ولات كل مدينه، بنقابه. مزيان هاد القضيه. واش دابا حتى ما داو حتى شي واحد؟ كاين بعض النقابات اللي هي مسؤوله، وقيل على رؤوس الاعصاب شي واحد ولا جوج، اما الباقي اليوم كل من هب ودب حتى هو عنده نقابه وكيجمع وكتلقى عنده صوت وكيدخل عند الوزير وكيمشي عند المدير وما كاين والو. كيدافعوا على الصوت الفنان. صوت الفنان؟ واش غادي نقول لك؟ ايلاك انا نقول لك اش داروا للفنان في هاد كورونا؟ النقابات اش دارت في هاد كورونا؟ شنو داروا؟ ما داروا اليوم والو. مشاو مثلا سمعوا، مشاو عند المسؤولين ديال وزاره الثقافه او عند، قلبوا اليوم على شي حلول. الناس راه كتبيع حوايجها، الفنانين كيبيعوا حوايجهم، الا واحد الفئه قليله اللي باقا مستوره راسها. ماشي كيديروا الفنان المغاربه زعما دور دينا كيبان عندهم فلوس وداك الشيء وعايشين حياه سعيده. اللي عندهم الفلوس هو واحد الفئه قليله جدا كيتصوروا. هادوك واحد الفئه قليله جدا
اللي يجمعوا هذوك اللي كلاو خوتهم الفنانين تاهما اللي كلاوهم تاهما او لا عنده شي حاجه باش يعيش شي بيعه وطليه شي حاجه شي بيعه وطليه شي بيعه وشري بيعه وطليه شي بيعه وطليه عنده شي حاجه باش كيعيش اما الفنان الحقيقي ولا عجيب لكن ده جون دابا في الفنان المغاربه كيبانوا لا راكبين تبارك الله في اخر الموديلات ديال الطوموبيلات من اليوتيوب ومن المعاطي سبني نسبك قول لي نقول لك وكيقول له غدا خارج اغنيه المغاربه كلهم هذاك الاخر خارج اغنيه تكي عليه تكي عليه تكي عليه تكي عليه في اليوتيوب كتولي اولا كيمشي مع المهم داك الشيء مخربق واش هذه ماشي طريقه كيتنصلوا بها الفنان ديالنا القدام ومنهم الفنان القدام انا نقول لك واحد من مسؤوليتهم انا غادي نقول لك في الدخول في المنافسه ديال بصح باش يبينوا شنو عندهم دابا مع من غادي تنافس بعدا مع هاد لي جون اللي كاينين في الوقت الفنان القدام بعدا عايشين مكفين ومستكفين اول حاجه كانوا كلهم كانوا موظفين تابعين للشركه الداخليه القصر الملكي اي واحد التلفزيون هما عايشين بخير وعلى خير باش اذا خصهم يهنيونا ويخليو هاد لي جون مساكن اللي ما عندهمش هاد الشيء هي دابا خايبين يبداو يديروا شي مطاوين تبقي صحيح وشاب وداك الشيء من بعد واحد 20 عام نقول لك وهنينا عطينا اتساع هكذا درتو نتوما اللي قلتوا بالعكس مازال كتقولوا هذوك هما المعلمين ديالنا والاساتذه ديالنا واللي علمونا حيت كبر صافي الله يعاونو الله يعاونو اذا ما بقاش الا ما بقاش عنده الله يعاونو هي مش طريقه ديال التنصل مع القدره على الابداع الجديد داكشي مع من غتبدا انا قلت كاين البرامج الفنيه اليوم في لا في خصوصا في القناه الاولى الشبكه الوطنيه للاذاعه والتلفزيون المغربي الشبكه عاطيه الشركه ديال الانتاج وكما كيديروا لا سوتريتونس هذاك كيدي فلوس بجيبو كيمدهم في جيبو وكيعطي للفنان هذاك كيعطي للفنان شويه الفوتات شويه وكاين اللي ما كيعطيهش كاع اصلا هو والله هو تخلص ما والله ما كيتخلص الباساج ديال التلفزيون ما تخلصش لا ميم اقسم بالله العلي العظيم حتى كاينه ما كاينين هذاك واحد شي سمي سميتها لا لا ما عندها حتى سميه ما عندها حتى سميه ما عندها حتى سميه ما غير حتى واحد يرد علينا لا الناس ما كتخلص وهذاك الفنان اللي كيدوز عندك عندك البرنامج اللي ما كيتخلصش الهدف ديالو هو انه يمشي يخدم في عرس ولا يخدم في في كاباري ولا داك باش يدير فلوس واش ما كتشوفش بان الفنانه مسؤولين على هذا الشيء وكيقبلوا على نفسهم هذه القضيه معلوم حيت كاين اللي جاي من الفن كاين اللي جاي للفن واللي جاي اللي يجي يسترزق بالفن وهنا كاين المشكل كاين اللي جاي يدير الفن لاجل الفن وكاين اللي جاي يسترزق من الفن وفي هذا كيدير اللي بغا وما حنا نرجعوا تاني وكما كاين لا نقابات لا يديك كاين واحد النقابه ولا جوج هما اللي كاينين الباقي كلهم كيضبوا الله على راسهم الله يسهل على الجميع امين في اطار هنيونا دابا دخلتي بزاف ديال الموبقات انت في هذا النهار بغيت نهضر معك على واحد الهنيونا سياسيه وخفت دابا هي الفن شو قلتي فيه خفت ندخل معك في هذه النيونه السياسيه وتقول لي شي حاجه ماشي هي هذيك لما توجه هذه النيونه السياسيه في هذه البلاد السعيده اليوم ونيف دابا في شهر رمضان تقريبا انا نقول لك لما نهنيو في شهر رمضان دابا تقريبا راه حنا في سيدنا رمضان ما بقى والو السيد الاستاذ رئيس الحكومه السي عبد الاله بن كيمان السابق وهو واخا داك الشيء باقي له عنده في الباب كنقول ليه هنينا علاش؟ قال لك مؤخرا ما بغاش هذا التقنين ديال الحشيش ديال القنب الهندي وكان ضد الطبيعة دابا يهنينا الا كان هاد السيد هذا الا بغى يهنينا هو ينزل ديك الفلوس اللي كياكل دابا كل شهر ما كانش كيصاوب دولي بان ولا اسبيرين ينزلهم يحطهم ويهنينا ونحترموه ويهنينا حيت ملي كان هو رئيس الحكومه ديالنا للاسف تنصبوا التالي صوتي على بيام كيلو قبل ما نمشي لهذا النهاجر دابا انت صوتي على بيام كيلو وهاجرتي وخليتي حاصلين معاه لا انا رجعت باش نحيدو داكو نعم واش ما كانش فرصو باللي راه حنايا من الناس المنتجين ديال الخمر في العالم العربي الاولين ديالاش ديال الخمر لا ولكن الخمر حرام في الاسلام ايوا هو يتفكر باللي راه حتى الحشيش حلال لا الحشيش ماشي حلال لا هو دابا ماشي ساعتي ما نقولش نيمبورتو كو لا بلاتي نقول لك الحشيش ماشي حلال والخمر ماشي حلال لا دابا شنو نقول لك واحد الحاجه لا ما بقاوش نقولوا نيمبورتو كو واخا تفضل السي عبد الاله كان ضد التقنين هذا قال لك هذا الشيء هذا مدخل لواحد بزاف د الحوايج خايبه
بحال يا شخايب كاين خياب من دابا شغي دابا هذا الراجل هذا يهنينا يحيد يدك الفلوس اللي عنده وانا غادي نمشي لا فلوس الا التقاعد ديالو يستحق لا التقاعد ديالو كرئيس حكومه المملكه المغربيه لا 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 هو باش نكونوا واضحين نهنيونا ولا نهنيونا ماشي في حالك لا هنيونا هنينا معنا السي عبد الاله بن كيمان طلب سيدنا الله ينصره ويطول عمره قال لي اعطيني سيدنا حشم عطاه هو كان خصو يحشم ما يطلبش لسيدنا السلام عليكم هذيك الفلوس ديك 7 مليون شنو صاوب لينا كي صاوب باقي شنو صاوب لينا باش ياخذ ديك الفلوس هو كان رئيس حكومه ما يمكنش يعيش بلا عنده الماندا ديالو عرفتي نقول لك واحد هذه الهضره كنا اش غادي يدير ديك الدار اللي عنده في الليمون ديال مراته انا من حقي حيت صوتت عليه يبيعها ويمشي يدير شي بيعه وطلع دابا دخلتي فواحد النوع ديال الشخصانه ديال لا لا بالعكس حيت هاد التبعات ديال هادشي ديال هاد البلاد هو اللي كان فيها وخلاه عاوتاني اللي موراه اللي موراه مسكين دابا غادي عارفو مسكين والله دخلتي في هادشي ديال مورا مثلا السي سعد الدين العثماني كان من الناس اللي وقعوا على شي ديال اقامه علاقات طبيعيه مع اسرائيل شنو الراي ديالك انت كنت عايش في امريكان كنت عارف هادشي ديال هادوك اخي ولاد عمي جيبوا لي بنت عمي هادوك ولاد عمنا هادوك ولاد عمنا وما يمكنش واحد المليون ديال ولكن فلسطين لا فلسطين هذاك صراع هذاك ماشي هذاك مشكل اخر هما الفلسطينيين بيناتهم بداو قال لكم موالين الدار صبروا والعزايا كفروا هما باقي راه عندهم دايرين مع بعضياتهم اتفاقيات لا يصروا على تحرير البلاد ديالهم وداك الشيء اي ودايرين النضال النضال ويتفاهموا هي بيناتهم هذوك الجوج ديك اللي كيحكمين اللي كيحكموا يتفاهموا بيناتهم ويجيو لعندنا حنا في اخر الدنيا حنا في المغرب بعاد وغنهزوا الوزير ديال هذا اذا انت مع تطبيع العلاقات مع اسرائيل هذوك ولاد عمنا نساو جرائمهم نساو لا 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 اللي دار شي جريمه يتعاقب عليها انا مع الحق الشعب الفلسطيني عنده الحق يدير الدوله ديالو ولا يدير الكونفدراليه ولا يشوف واش غادي يديرهم ما بيناتهم ولكن مع الحق الثاني هو انهم المغاربه اللي تما بحال انا مشيت للميريكان وحاسب راسي ميريكاني اليوم مغربي هنا هادو كتحرمهم وهادوك الناس بغينا شئنا ام ابينا هادوك واحد الدوله ديمقراطيه ممكن نتعلموا منها واخا هي خايبه هذه الكلمه نتعلموا منها ولكن جابتها تعلموا منهم اقتصاديه المغاربه بلاتي في طراد هنيونا اليهود المغاربه اللي مشاو تما واش ما كيساندوش الاحتلال الاسرائيلي واش ما كيساندوش النيل من حق الشعب الفلسطيني في ارضه في نظرك انت دابا خي شوف هنينا الله يرحمه انا مهنيك انا هيك كنطرح السؤال هنينا الله انا كنسول دابا شوف هادوك دابا نتوما عرفتي شنو هاد شكون حنا بعدا بالله لا ماشي نتوما المهم اللي ضد هادشي كيشوفوا كيقول لك هادو هي المجرم وماشي اليهود اللي مغاربه هما نيت وهما مع اليهود المغاربه حتى هما مع السلام ويديروا باغيين يديروا التطبيع وباغيين شتو هي واحد المجرم ولا جوج ولا ثلاثه هما اللي شتوه نساو الجرائم ديالهم لا ما نساش نقولوا بحال ما كاين والو يا ودي الا بقي دابا عرفتي اش غادي نديروا حنايا باش نعاودوا نرجعوا غادي نوليو بحال داكشي ديال الطار داكشي ديال المصريين ديال الصعيد قتلني نقتلك خصنا نساليو الاجيال القادمه خصها تعيش في الصين والسلام ونشوفوا القدام شنو المستقبل نساو الماضي ونبداو ازيرو معلوم نبداو ازيرو ماشي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني عندك شي واحد يمشي يقول لك عاوتاني هذا ولا يهودي اكثر من اليهود واخا في اطار هنيونا التلفزيونيه استاذ انا عارف بانك التلفزيون عندك معاه بزاف ديال عارف اليوم كل شيء من الاول من هذاك الاول لما توجه هنيونا ولكن دون ديك الاسماء هذوك الشركات اللي كيديروا لا سوتريتونس يحشموا على الفنانين كاملين ماشي الجيل اللي فيهم الوالد او لا فيهم الاجيال كلهم جاوا هذوك اموال ديال دافع الضرائب هما جاوا فقط كينفذوا الانتاج ما جاوش يعمروا جيوبهم هذوك الشركات راه حلت واحد المجال التطوير ديال التلفزيون دابا انت عرفتي اش كنديروا دابا هنيونا لغه الخشب الا بغيت انا هذا كنفسر لهم عارفهم كل واحد وبالوراق واللي بغى يجي يطلع لهم يجي عندي الفيسبوك راه كاينين تما عندي يعني اتهامات خطيره يا ودي الله اشنو اتهمت نتهم انا ما اتهمت حتى واحد اتهمت انا كنقول التالي دابا انت عارف شي حاجه للاداره ديال التلفزيونات المغربيه ما عرفهاش يا ودي الله يهديك اللي حل المجال الشركات باش تعاون الفنانين هنينا قول لي شكون هذا الفنان اللي عاونوه بزاف قول لي راه كل نهار انا غادي نقول لك واحد الحاجه كنشوف برنامج جديد غادي نقول لك واحد الحاجه كاين واحد البرنامج جديد واحد الكونسيبت عاد غادي يبدا مور واحد البرنامج عاد غادي يسالي ديك هذوك اللي كيدوروا وداك الشيء
عرفتي كيعيطوا للفنان كيقولوا له اجي هذه دابا هذه حصري كيقولوا له اجي انت غادي تكون ضيف وغادي تجيب النظيف خو وغادي نعطيوك 7000 درهم هادو صحاب العمارية بدون ذكر الاسماء لا ماشي هادوك الشركات العمارية نفس الشركة الثالثة والثانية كيديروا هادشي المعلم فيهم يعني اللي عنده النجم اللي عنده الجماهير كيعطيوه 1.5 مليون وداك ونجيبوا بحال داكشي ديال كوكوعو ستوديو ما قلتي ما نقول كوكوعو ستوديو انا نقطعوها في الهضرة وصافي كوكوعو ستوديو فهمتي اه إلا ما تفهمهاش راه نقطعوها إلا دازت عادية ردنيها عليها سير كمل هادشي اللي كاين الناس كتستعبد الناس باسم الشركات وباسم الشركات وكتخدم الناس وهي ما كتخدم حتى واحد كيخدموا راسهم كيعمروا جيوبهم والفنانين اللي كيدوزوا واحد الفئه القليله اللي كدوز اما واخا كتبغي تدوز في ديك الكونسيبت ديالك لان عندها اهداف اخرى انها تدوز في عراسات وتدوز في كباريات خصها تعرف باش تدي الفلوس اذا هذا ماشي هو علاش عطينا للشركات تفضل بغيت نختم معاه ولا بلاش شويه نزيد قال لك جوج دقائق سمعتيه قال جوج دقائق قبل ما ندوز لواحد السؤال الاخير واحد الهنيونا المجال الرقمي التواصل فيسبوك كنشوفك ناشط فيه بزاف ونوض الصداع لا المغاربه كاملين كينوض المغاربه كله لا انت بالتحديد المغاربه وانت ما كتهنيناش كل نهار كتنوض كتقول اليوم نجبد الصداع ماشي هاد اللي يستاهل لمنا تقول هذا النيونا هنيونا غادي نقول هادوك شكون طيط يهنيونا ولا عايقين بهم الغابة كلهم عايقين بهم العالم عايق والله لا عايق طيب عندي سؤال باش نبرد ياسين لان بغيت واحد الكلمه ختمنا بها على واحد الرائد جميل جدا سميتو عبد الواحد التطواني عبد الواحد التطواني ما يا ريت كون كيشبه ليا صدقت انا هو كيقول لهم ما تفكر تخلاني يا بيتكو كنت ما هما ديك الجيل كله كان بحال هكذا تهضر لي على السبب واحد سبب واحد طيب الرجل الطيب الخلوق الاب الجميل المتفهم والفنان مشات لك الهضره ملي هضرنا على السي عبد الواحد التطواني الفنان الكبير الصديق ديالك معلوم ماشي با صاحبي الله يطول عمره امين شكرا والله يهديك علينا باش تهنينا شي نهار وتنتهنينا